أسقاني العزاء كاميرا أرارات للسياح اليوم مستحضرة مجموعة من السواح الآثوريين القادمين من أربيل من عنكاوة تحديدا إلى العاصمة الأرمينية إيروان. استحضرناهم في جولة إلى قرية فيريندمين، القرية التي تسكن بها القومية الآثورية اللي هم الآثوريين الأرمن. وخلالها زرنا الكنيسة القائمة في القرية، وهنا لقاء القاشني قديموس مع مجموعة من السواح الآثوريين العراقيين. خارتهم شيت عين بلا تريب خدسة أنا شيت تريب أربعة تيلي دي عمرك مرقي بس مرقي ولديو شورش